تسجيل هدف التعادل. تقريبا كاع هاد الاسابيع كنسمعوا نهار ايه يوميا اولمبيك خريبه كدير مباراه وديه، واش هادشي ما عندوش كذلك واحد التاثير سلبي على الجانب البدني؟ هذه وحده. والجانب والسؤال الثاني اللي غادي نمشي له هو الجانب النفسي ديال اللاعب. ملي كتجمع الاسبوع كامل وكتوجه واحد الخطاب كنهضر على الجانب النفسي ديال اللاعب ونهايه الاسبوع ما كيكونش داكشي اللي بغيتو، واش ما كتتفقوش معايا على ان نفسيا ما بقاش واحد التجاوب بينكم وبين اللاعب؟ يعني ما كتشوفوش واش خاص شي خطاب جديد للجانب النفسي؟ ملي كتخدم معايا وكتجي نهار الاسبوع وما كديرش داكشي اللي وصلتي ليا وكتجيب نفس الخطاب نهار الاثنين، لانه كل ظرفيه خاصها خطاب ديالها. شي الان بهذه النتيجه هذه خاص خطاب. علاش نوضح لك عليك الخطاب للجانب النفسي؟ هذه ما تنحاول انه نغير الطريقه ديال التحفيز، كل مره تنحاول نلقى جانب باش نحفز اللاعبين للعطاء اكثر ولتحقيق النتائج. بالنسبه للمباريات فالاسبوع الماضي كانت في اربعه ديال المباريات، ماشي كاع اللاعبين لعبوا، واللاعبين اللي شاركوا هما اللي خداو اقل عدد من الدقائق، فكانت بالنسبه للاعبين اللي ما تيلعبوش، اللاعبين اللي ما شاركوش، اللاعبين اللي جاو تجربوا هما اللي خداو داك لو طون جو كثير، مي هاد اللاعبين اللي لعبوا ما خداوش، يمكن لعبوا مباراه واحده صافي، فمتقطعة على حسب هنا 20 دقيقة ولا 30 دقيقة ولا 30 دقيقة، تقسم لهم داك الوقت ديال اللعب، بالعكس هاد اللي لعبوا ما كانش. سي أمين بن هاشم، سي أمين بن هاشم تلاحظ بأن الإصابة الأولى كانت بسبب خطأ ديال الحارس، ولاحظت بان في لو جو ديال السي بن هاشم يعني في وسط الميدان الملاحظ هو ان كاين تمريرات خاطئه بالجمله. لاحظت بان كاين هناك عياء، كاين الملاحظ ان الجانب الفيزيولوجي ما عاونكمش يعني ما رد هذه الهزيمه، لان في الاول كنتوا ضاغطين اون بريسيون على اللعاب وكنتوا داخلين مزيان في الماتش وجبتوا جوج الاصابات، ولكن من بعد كاين تراجع يعني ولا اعتمدتوا على المرتدات ولكن ما عطاتش المتوخى. إذا أنا تنشوف الجانب الفيزيولوجي كان حاضر هنا في هذه المقابلة وربما هو سبب الهزيمة، ما رأيكم؟ بالنسبة للهزيمة هو فريق سيد غوتزون كامل فاز عندنا رجعوا وما تتجمعوش وما تتبعهاش على المرمى ديال الخصم باش توصل لها خصك مسافة طويلة، هذا اللي خلانا تعذبنا باش نوصلوا للمرمى ديال الخصم. حشادي عيا، حشادي لأنه كان مسافر مع المنتخب أولمبي رجع البارح لعب اليوم، ما عنديش خيارات أخرى. لو كان اسماعيل الحراش كان ممكن نقسم لهم لو طون جو بيناتهم، ولكن كان عندي مهاجم هو خليل، فهو اللي دخل في العيا ما بقيناش قادرين نوصلوا، انا توصلوا عند خليل باش يخليه عنده ونوصلوا، فالوقت اللي خلى الحشادي عيا ما قدرناش انه نوصلوا، ما قدرش انه يخلي الكره عنده، هذا اللي خلى انه في هو الزم بقى عندنا، ضغط علينا ما قدرناش نوصلوا. شكرا. الضغط ديال الفريق السريع واصل وشفنا كاع المباريات كيفاش كملوا حتى الدقيقه الاخيره تتبقى لا فيبليس مونتال. هنا اللي خلى انه اللاعب ينزل يديه نوعا ما، ماشي لعيبين، لو كنا حنا اللي كنا خاسرين ورجعنا في النتيجه كنت غادي تشوف نفسها، لانه هنا تتولي الانرجي بوزيتيف عند اللاعب، تولي ضاغط اكثر بحال كيوقع الفريق سريع واتزون، العكس اللي وقع لنا حنا، الوقت اللي تستقبل هدف ثاني وتشوف الخصم واخد الكره فهنا يمكن تتنزل يديك، مي باش نهضروا على في هذا الوقت هذا جرينا 14 مباراه ونقولوا انه الجانب البدني فيه مشكل، نو ما نتفقش. المباراه كانت البدايه جيده. اولا قبل ما نهضر على المباراه نبين تحصل على النتيجه ونعتذر للجماهير لانه فرحات لما سجلنا جوج الاهداف وطلعوا في الانتصار كيف معنا في تحنا، للاسف ما توفقناش انه نحافظوا على هذا الانتصار هذا اللي تحول تعادل وكان ممكن الشوط الثاني يتحول لهزيمه. السيناريو ديال الشوط الاول كان نوعا ما متكافئ ولكن قدرنا انه نسجلوا من الفرص اللي جاونا جوج الاهداف، كان بامكان لها يسجل الهدف الثالث في الشوط الاول ما قدرناش، استقبلنا هدف ولو انه ملي درسنا فريق سريع وازم شفنا انه تيعتمدوا على التسديد القوي من الخارج، وهذا اللي عطاهم ثلاثة ديال الفرص في الشوط الأول، لما تيرجع حمزة معتمد رجع المهاجمين ديالهم قدروا يسجلوا منا هدف، واخا شفناها واخا خدمناها. الشوط الثاني يمكن التغييرات ديال طارق مصطفى كانت جيدة، لأنه ملي دخل خلوني وراحولي وبالبودالي فعطاو دم جديد. تنقول انه الشوط الثاني التغييرات هي اللي عطات فيه الوقت ديالها، للاسف قطع الغيار اللي كان ممكن تعطيني اضافه نوعيه ما كانتش عندي، هي نجيب معتني واسماعيل الحراش اللي كان ممكن يعطوني عمق هجومي اللي كان ممكن ينفعوني في المرتدات،
ولكن للاسف ما كانوش هذا اللي خلى حتى التغييرات ديالنا ما رجعتناش في المباراه لانه الشوط الثاني فريق سريع واد زنغرد لانه كان منهزم حاول باش يسجل تاق راسو اكثر استحوذ على الكره كنظن انه الشوط الثاني ما كناش في المستوى عكس الشوط الاول تلقى نتيجه سلبيه بالنسبه لنا لانه كنا تنطمعوا الانتصار كتبغي تعتذر الجماهير ديالنا على النتيجه هذه المستوى ديال الشوط الثاني سي امين بن هاشم 14 نقطه من 14 مباراه الفريق الان يبدو انه بالنسبه لي انا لا يتحسن اي شيء بالنسبه للفريق الاولمبيك لماذا هناك مشاكل بيجوا على مستوى الدفاع دائما جوج اهداف هدف واحد لما الفريق يكون متقدم رجعت من مقابل الاولمبيك الاسي هذا المقابل ديال الفريق الفتح الرياضي ايضا الفريق الوداد راه هذا ضربه الجزاء اليوم انتصار كان في الجيب ان صح التعبير لكن الفريق احضره ما ينقص من الفريق اللي كيسترجع عافيته دونك لا هضرنا على خط الدفاع حنا تنبحثوا على قطع غياب لانه فين هما اللعابه راه ما لقيناش قلبنا تنقلبوا دابا ومازال تنشوفوا عندنا دي جو اللي مازال غنشوفوهم كاين مشكل في اللاعب النوعيه ديال اللاعب اللي غادي تختار دونك حنا مازال خدامين تنقلبوا كاين اغلاط دفاعيه اللي تخلينا دائما تستقبل لانه دائما تنقول ما عندناش مشكل الهجوم تنسجلوا احنا ماركينا اليوم جوج ولكن تعدنا لو الهجوم ديالنا ضعيف غنهزموا كاع المباريات لانه ما غاتسجلش غادي تستقبل فيمكن باستثناء مباراه وحده اللي ما استقبلناش فيها هدف ديال المباراه ديال طنجه جميع المباريات استقبلنا مازال تنخدموا في خط ديال الدفاع مازال تنقلبوا بعض المرات حتى تنقول لقيت طريقة باش غادي نلعبو من بعد التبليس اللي لعب بحال دابا اليوم كون كان عندي الهاشمي فكنت غادي نستعمل قلعي كيف استعملته في مباريات اخرى وسط الميدان كان غادي يعطيني نوعا ما امان اكثر لكن للاسف غياب ديال الهاشمي خلاني نعتمد مرة اخرى على قلعي مدافع ايمن المرة الاخرى اعتمدت على قلعي مدافع ايسر في غياب ديال العمراوي دونك حتى هاد التغييرات كثيرة اللي تتكون مفروضة تتخلي انه خط الدفاع ما غاديش يتحسن ما غاديش يعطيك داكشي اللي بغيتي ولكن حنا مازالين خدامين مازالين تنبحثوا يمكن هذا الاسبوع هذا غادي يكون مدافع اخر اللي غادي يعاوننا شويه يخلينا نبقاو نستقبلوا لانه لما ما غنستقبلوش راه غادي نفوز. اشكر جدا على الحضور وطبعا الكابتن مشكور جدا على قبل المباراه الحمد لله والشكر لله المباراه كانت صعبه جدا ولكن احنا بنلعب فريق كبير فريق محترم فريق له تاريخ على ملعبه ديربي انت معروف محتاج كلام كتير جدا وده اللي انا قلته للعيبه يعني ديربي فهو مختلف بالنسبه للجماهير يعني ولكن الحمد لله وبفضل الشكر لله مغلوبين من جيل سيفر ونرجع للمباراه دي في حد ذاتها حاجه كويسه ودي مش اول مره الحمد لله صعب جدا في البطوله الوطنيه ان انت تبقى كسبان 2-0 وترجع للمباراه ده يرجع لفضل التعبين اللي قطروا طول المباراه بامانه الا باستثناء اول 10 دقائق 2-0 اخطاء ساذجه جدا من المدافعين ولكن بشكرهم لان في لعيبه كثيره جدا النهارده غايبه بالنسبه لي لعيبه اساسيه ولعيبه مؤثره من اللعيبه لعبت الفتره اللي فاتت زي بليز البركي لعيبه كثيره انا مش عايز انسى حد عمر تحدوش يعني لعيبه مؤثره ولكن الحمد لله بشكر اللعيبه بشكر الجمهور على المسانده وده اللي انا بطلبه من جمهور الوطن عندك فرقه محترمه كويسه عامل لنا نظام والتزام داخل وخارج الملعب وانا قلت للعيب اللي هيقاتل هشيله على دماغي من فوق والحمد لله النهارده اللعيبه كانت رجاله وقاتلت وقدرنا نرجع في مباراه صعبه جدا 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 بنتيجه نقطه انا اشوف ان هي تبقى مغلوب والتعادل نقطه ايجابيه بالنسبه لنا الحمد لله والشكر لله على هذه النقطه. لا بص خلينا نقول يعني النقطه دي انا 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 يعني المكتب بصراحه يعني على قد الامكانيات بيقدر ان هم يوفروا لنا كل شيء ولكن بكل امانه بكل امانه احنا امكانياتنا يعني انا صعبه جدا يعني وانا عذر الناس يعني مع الوقت ان شاء الله المهم الفرقه تقعد في الدوري لازم الفرقه تثبت نفسها في الدوري فاحنا بنحاول على قد امكانياتنا يعني في حاجات بنطلبها ما بنقدرش ان احنا والمكتب واللاعبين ما نقدرش ان احنا بسبب الامكانيات نقدر ان نتعديها فبنحاول ان احنا ربنا يكرمنا على اساس كمان حتى اللعيبه اللي موجوده عندنا جايبين لعيبه شبهنا يعني بنختار اللعيب اولا اخلاقيا ثانيا فنيا يكون شبه وطزم شبه البلد يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفتره الجايه فتره صعبه جدا الدور الثاني بيبقى دايما في كل الدوريات صعب جدا 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 اللعيبه كانت متلف حول الفرقه النهارده انا شفتهم كده ماتش الجيش شفتهم كده في المباريات اللي بيكون الجمهور حاضر وحاضر بالقوه بيشجع اللاعبين كرة القدم 90 دقيقة المباراة في ثانية ممكن يجي في الجول في الدقيقة 90 ممكن تكسب وارد ولكن أنا بشكر الجمهور على حضوره النهاردة تشجيع اللعيبة بصراحة من أول دقيقة لآخر دقيقة وهم مغلوبين 2-0 الجمهور كان بيشجعهم وهم خارجين لأن هو شايف إن هم فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا.
سي طارق مصطفى انتم اللاعب عبد العقادي، فهل سنعيد اضافات اخرى في الاسبوع المقبل؟ لماذا؟ لانك عانيت الامرين تقريبا عناصر بدون دون سواها كتعتمد عليها في هذه المباريات، ما كتعاني الاصابات بحال هكا. اكيد انا مع اتفقت مع المكتب وبصراحه بشكرهم، وكمان لسه فاضل لي اثنين لعيبه، اثنين لعيبه بيشتغلوا الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، محتاج راس حرب افريقي، وانا اتكلمت مع المكتب ومحتاج لعيب تحت راس الحرب ان شاء الله يكونوا موجودين الفتره الجايه. احنا بنختار اللعيب زي ما قلت من شويه. وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.